مشاهدين في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم بكل خير ومحبة، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج خير بلادي. مشاهدينا الكرام، سنتحدث اليوم في حلقتنا عن خير لا يستطيع الإنسان أن يعيش بدونه، فهو يدخل في طعامه وهو ضروري لبناء أجسامنا حتى تبقى صحية. نتحدث اليوم أعزائي المشاهدين عن الاستزراع السمكي أو ما يسمى بتربية الأسماك في أحواض مائية. لمعرفة المزيد ابقوا معنا. أعزائي المشاهدين، لمعرفة المزيد عن الاستزراع السمكي أو ما يعرف تربية الأسماك في أحواض مائية، بيسعدنا أن يكون معنا المهندس خلدون الشنطي، يعطيك العافية. باش مهندس، طبعا إحنا بداية بدنا يعني نتكلم عن نشأة هاي الفكرة، كيف نشأت هاي الفكرة وكيف يعني تم الإشراف عليها؟ بدأ الاستزراع السمكي في قطاع غزة منذ عام 1995. كان الهدف منها اللي هو استزراع الأسماك المياه العذبة في برك المزارعين اللي بيستخدموها لمياه الري، لكن تطورت هذه الفكرة في عام 2006، بدأت مشاريع الاستزراع البحري، وأهم الأسماك المستزرعة في هذه البرك هي أسماك الدنيس كما نوحدها في هذه البرك أو المشاريع. طيب يعني الأسباب اللي دعت إلى هاي الفكرة؟ طبعا الحاجة الماسة للأسماك وعدم توفرها في الأسواق بشكل كبير نتيجة الحصار البحري، حيث أن مسافة 3 أميال بحرية لا تكفي اللي هو لسد احتياج القطاع من الأسماك. باش مهندس، خلينا نتكلم عن العوامل اللي ساعدت على إنجاح هذه الفكرة. طبعا الطلب الكبير على الأسماك ورغبة المستهلكين أدت لنجاح مثل هذه المشاريع، ولكن في المقابل هناك العديد من العوامل التي تحد من هذه المشاريع، منها مشكلة الطاقة، حيث أن مثل هذه المشاريع تحتاج إلى توفر الطاقة على مدار اليوم لتشغيل الدفاشات أو المكن لتحريك المياه. كذلك هناك العديد من العوامل، منها عدم وجود مفرخات متخصصة في إنتاج زريعة الدنيس، أدى ذلك اللي هو لصعوبات في توفير الزريعة واستيرادها من الخارج. كذلك في قطاع غزة نلاحظ أنه لا يوجد أي مصنع أعلاف خاصة بالأسماك أو الإنتاج الحيواني، وبالتالي هذا أدى اللي هو لارتفاع أسعار الأعلاف بشكل كبير وعدم توفرها، مما يزيد العبء على المستثمرين أو المستزرعين الأسماك. نعم مهندس خلدون الشنطي، شكرا جزيلا لوجودك معنا في برنامج خير بلادي. أعزائي المشاهدين، ما زلنا متواصلين معكم من خلال هاي الحلقة، خليكم معنا.
أعزائي المشاهدين، نحن الآن في أماكن تربية الأسماك في الأحواض المائية. سنتعرف من خلال هذه الحلقة على مراحل نمو هذه الأسماك وكيفية الاعتناء بها، ابقوا معنا. أعزائي المشاهدين، معنا الآن السيد ياسر الحاج، طبعا صاحب مشروع تربية الأسماك في الأحواض المائية، حتى نتعرف للمزيد عن هذه الفكرة. يعطيك العافية سيد ياسر. طبعا أبو يزن، هاي الفكرة كيف أنتم يعني طبقتوها؟ كيف يعني تكلمنا عن نشأتها، بدنا نعرف كيف تم تطبيق هاي الفكرة. أول شيء الفكرة أجت على أساس أنه الصيادين بيعانوا معاناة شديدة من صيد السمك في البحر، طبعا من جراء سياسة الاحتلال التعسفية تجاه الصيادين. ومن هذا المنطلق احنا فكرنا انه احنا نعمل مزارع السمك خارج البحر. وطبعا المزارع كلها الموجودة في قطاع غزة، سواء عندي او في مزرعتين عند غيري، بتعتمد على سحب المي المالحة وتربية الاسماك بالمياه المالحة في البحر. الأسماك طبعا احنا بنجيبها من إسرائيل من حيفا، بنجيبها وزنها حوالي الحبة 2 جرام بصناديق فلين، كل صندوق فيه حوالي 500 حبة، وبنسمنها عنا لمدة حوالي 15 شهر. يعني عن تصل هاي مراحل تربية الأسماك. طيب خلينا ناخذها هاي المراحل بالتفصيل. أول شيء بتجيبوها من احنا بنجيبها من حيفا، أول شيء طبعا جايبها من إسرائيل تحت مخاطرة شديدة. احنا بنعاني من خطر شديد لانه احنا بنكون محولين الفلوس لليهودي، وبنستنى يا عالم يفتح المعبر ولا ما يفتح المعبر. طبعا انت بتعرف ايش المعبر وكيف اليهود احيانا بيقفلوه بدون اي سبب. احنا معنا 16 ساعة او 15 ساعة، لازم السمك يصلنا خلال ال 15 ساعة هذه، اي تأخير بعد هيك بموت. طبعا اذا مات يعني انا في النهاية بتحمل مسؤولية. طيب بتوصل بعد هيك انتوا ايش بتوصل؟ احنا بنفضيها في الاحواض زي ما انت شايفه. في احواض عندنا طبعا التربيه تسلسليه، عندي انا 15 حوض، كل حوض بيتسع 200 كوب 200 الف لتر من الماء، طبعا مياه بحر. اول ما نجيبها الحوض الواحد بيسع حوالي 40 الف سمكه، ومن ثم احنا بنعمل عمليه توسعه على السمك، بنعمل له عمليه نقل وتوسعه. بيصل الحوض لما يصل لوزن البيع الى 15000 سمكه. شايف كيف الوزن؟ وزن البيع للمستهلك 450 جرام، نص كيلو 400 جرام، زي هيك تقريبا الوزن البيع للمستهلك. يعني هاي الاحواض قديش عمرها؟ هاي عمرها 3 شهور. وزن السمكه 25 جرام. في احواض ثانيه عندي وزن 100، في احواض ثالثه وزن 250. يعني بيتم فصل الاعمار في كل حوض بالضبط. لازم السمك كله يكون عشان ما ياكلش بعضه. لازم يكون كله يكون نفس العمر نفس المقاس. ابو يزن، الاعلاف اللي بتم اطعامها للاسماك يعني بتختلف من عمر لعمر؟ هو نفس النوع نفس المصنع، ولكن بيختلف حجم حبه العلف نفسها. في قطر 1 ملي، في 2 ملي، الى غايه 5 ملي حسب حجم السمكه. بنطعميها حبة العلف اللي تتناسب مع حجمها. بتجدوا صعوبة في توفير الأعلاف؟ والله احنا كونه انه احنا نسكن قطاع غزة في عنا صعوبات كثير. أول شيء الكهرباء، لازم 24 ساعة يكون عندي كهرباء. أنا عندي مولدين، واحد بنشغله لما تقطع الكهرباء، وواحد موجود ستاند باي. بنخشى انه نيجي تقطع الكهرباء نيجي نشغل مولد ما يشتغلش، بنضطر نشغل المولد الثاني، لانه السمك اكثر من 10 دقائق ربع ساعه قطع كهرباء كله بموت. فانا عندي مولدات احتياطي، مضخات المي اللي تسحب من البحر برضو عندي احتياطي، كميه العلف اللي انا مخزنها في المخازن عندي احتياطي، السولر تاع المولدات. احنا في غزه انت بتعرف كيف الحياه، نخشى اي اغلاقات. السولر برضو للمولدات عندي احتياطي، انا عندي احتياطي يفوق ال 200 الف دولار من المعدات المواد الخام، لانه انا اسكن قطاع غزه. نعم. لو تحدثنا عن يعني عدد العمال اللي بيشتغلوا، يعني هذا مشروع زي هذا كم عدد عامل؟ والله العمال في عندنا كمان شغله، يعني هل بيكونوا لازم العمال متدربين؟ طبعا
طبعا احنا هنا بنشتغل زي ما بيحكوا في المستشفى غرفه عنايه مكثفه، واحنا نفس الشيء. يعني اي حوض لسه عنه العمال بموت كل سمك دون اي انذار. فاحنا العمال في منهم متدربين ودرجه اولى، وفي منهم درجه ثانيه، في درجه ثالثه. بالنسبه لعددهم، عددهم مش ثابت. في عندي عمال ثابتين بيشتغلوا شهري، في يومي، في عندي عمال وقت الطلب وقت الحاجه بنستدعيهم. فبتروى عددهم من يعني من 8 الى 15 او الى 14 عامل. ابو يزن، كم عدد الاحواض الموجوده في هذا المكان؟ انا عندي 15 حوض. الاجمالي العام لعدد الاسماك الموجوده عندي حوالي 250 الف سمكه. الانتاج السنوي عندي 120 الف كيلو من اسماك الدنيس. طبعا السوق يعني بتحمل، يعني زي ما بيحكوا يا دوب يتحمل، لانه سمكه الدنيس هذه غاليه. سعر الكيلو للمستهلك 45 شيكل، والدخل مستوى دخل الفرد في قطاع غزه انت بتعرف يعني في الهاويه يعني. فمش كل الناس بتقدر تشتري سمكه الدنيس. فيعني الانتاج اللي انا بنتجه والمزرعتين بيغطي السوق من سمك الدنيس، من سمك الدنيس بس فقط. اسماك ثانيه ما بعرف الا غير بترجع للفرد السمكيه. طيب يعني انتم بتفكروا يعني تربوا اسماك نوع ثاني غير الدنيس؟ والله كفكره تربيه اسماك دنيس مستحيل، لانه اي سمكه دنيس بتيجي اضافيه على البلد بصير تكدس، بصير في انتاج ضخم وفيش استهلاك. بس انواع ثانيه ممكن نفكر في المستقبل، ولكن مش مجديه. ليش؟ لانه اسعارها 15 و20 شيكل، على التكاليف اللي احنا بندفعها ما بتوفي معنا. احنا عندنا كهرب وسولر وقطع كهرب، يعني عندنا تكاليف عاليه جدا ما بتوفي معنا. طيب اقبال الناس على شراء سمك الدنيس يعني كيف بتقدره؟ هو سمك الدنيس بخاطب فئه معينه من المجتمع، يعني يمكن انا بتوقع من 5 الى 7% من المجتمع. اي موظف حكومي ما بيقدر يشتري سمك دنيس، عشان يشتري 3 كيلو دنيس بده 150 شيكل. يعني مش سهل انه يشتري مثلا كل شهر 150 شيكل سمك دنيس. ممكن يلاقي سمك نوع ثاني يسد حاجته وحاجه بيته فيه. طيب لو يعني تفاديا لهي المشكله، لحتى يكون انه الجميع باستطاعته انه يشتري سمك الدنيس، بتفكروش في توسيع المشروع وزياده الانتاج؟ لو زدنا الانتاج هي ما هو التكاليف لازم ابيعه 45 شيكل. يعني التكاليف الباهظه اللي التكاليف بتكلف المشروع هي اللي بتكسر على السولر والعمال والعلف. تكاليف خياليه، انا بدفع حوالي 10,000 دولار في الشهر بس كهرب. يعني تكاليف خياليه، عندنا تكاليف ومصاريف خياليه. ما بنفع، انا المزرعه عندي مصممه بس لدنيس، ما بقدر اجيب نوع ثاني واصرف عليه المصاريف هاي وفي الاخر ابيعه ب 20 شيكل. لا، انا فكره انه يعني توسيع منتج الدنيس. والله ما عملت دراسه. ما عملتش دراسه. لا منتج دنيس، ما حكيت لك بصير تكدس في السوق دنيس، وراح ننزل عشان نبيعه ننزل السعر، في النهايه بنتعرض للخساره. طيب ابو يزن، خلينا نتكلم في نهايه لقائنا عن المشاكل او الصعوبات اللي بتواجه هذا المشروع. الصعوبات هي يعني نمبر 1 اللي هو الكهرباء. بس احنا للامانه يعني الاخوه في شركه الكهرباء يعني تعاونوا معنا، ما تقطعش انا علي زي باقي الناس. انا بتقطع علي اقل شوي الكهرباء، لانه انا حكيت لك مش مصنع انجل شفت عمالي مع جاية الكهرباء. انا لازم 24 ساعه كهرباء، يعني اذا هم ما اعطونيش كهرباء انا راح اشغل مولد. بس شخص ثاني عنده مصنع او ورشه ممكن شفت العمال ينقل الشفت ساعات العمل مع ساعات جاية الكهرباء. غير الكهرباء ايش بتواجهكم؟ اللي هو انه انا حكيت لك انه انا بسكن في قطاع غزه، انا مخزن علف حوالي 100,000 دولار. الاصل ما خزنوش العلف هذا، الاصل العلف يكون في المصنع، ولما انا بدي علف اطلب على التليفون ويجيني العلف. بس انا مخزنه، بضمنش المعبر وبضمنش الدنيا كيف يصير فيها في غزه. فلو صار مثلا اغلاقات سمكي بموت بده ياكل، فانا بضطر مخزن علف، مخزن مضخات، مخزن دفشات، حاط مولد ستاند باي اضافي. فهذه كمان صعوبات. ابو يزن، يعني كميه الانتاج اللي بيطلعها هذا المشروع قديش بتكون؟ انا عندي انتاج سنوي 120 الف كيلو، بواقع حوالي 300 كيلو يوميا. طبعا انا عندي مطعم، المطعم يعني التسويق عندي 3 ابواب. الباب الاول المطعم، الباب الثاني بيجيني الزبون المستهلك للبيت مباشر، بيشتريه وبياخذه منظف وبياخذه على البيت. الجانب الثالث اللي هم التجار، انا ببيع للتجار سواء في الحسبه او في غير الحسبه.
بياخذوا مني وهم بيبيعوا للمستهلك. أبو يزن شكرا كثير لك لوجودك معنا في برنامج خير بلادي. أعزائي المشاهدين ما زلنا معكم متواصلين من خلال هذا البرنامج، ابقوا معنا. أعزائي المشاهدين معنا الآن أحد بائعة الأسماك حتى نتعرف أكثر عن طبعا كيفية وصول الأسماك المربى في البرك أو الأحواض السمكية إلى الحسبة حتى يتم المواطن أو يتمكن المواطن من شرائها. نتعرف عليك. غزال بكر. غزال، طبعا هاي الأسماك كلها صيد بحر ولا من لا البرك؟ في بحر وفي برك. ايش البرك؟ ايش الانواع الموجوده في البرك؟ دنيس، هذا اللي هي الدنيس. هذا الدنيس بتيجي من البرك. هذا دنيس تربيه برك غزه، غزه انتاج غزه. طيب سيد غزال، لو احنا تكلمنا عن اقبال الناس على شراء السمك، بتلاقيه انه اقبال الناس على شراء السمك من البحر ولا من البرك؟ برك وبحر. ما هو البحر ما بيطلعش مثلا الكميه اللي بتقضي القطاع. يعني احنا كان يعني هلقيت الكميه كلها بتطلع قطاع غزه بتطلع 2 طن. ايوه. في شهر 4 و5 و6 بيطلع 10 طن 8 طن. بتزيد الكميه لانه شهر 4 موسم السمك. شهر 4 و5 و6 موسم السمك. طبعا شهر 1 و2 و3 السمك خفيف. بنضطر نجيب سمك المزارع. سمك المزارع يا سيد غزال، يعني لقيتوه انه انتم كتجار افادكم هي هذا المشروع افادكم انتم كتجار؟ بتفيدنا لانه المنتج تاع غزه خفيف، بنضطر نجيب سمك الدنيس من الاحواض تاع غزه. ليش؟ لانه زبائننا بياخذوه للشوي للقلي، وسمك يعني مناسب بالنسبه للسمك الثاني، بالنسبه للقص والجمبة والسمك الثاني. يعني اللي بيجينا الزبون مثلا بده 3 كيلو سمك، بياخذ 3 كيلو حقه 130 شيكل مثلا تاع المزارع، وبتقبله يعني الدنيس. لكن دنيس البحر ما هو ما بيطلعش، دنيس البحر 70 شيكل 80 شيكل، بقول لك باخذ 2 كيلو بحق كيلو. يعني صعب انه احنا نصطاد من البحر دنيس؟ دنيس صعب جدا. ليش؟ لانه مثلا يعني المساحه اللي محدده ولا المساحه اللي محدده لكم؟ خفيفه. طيب 6 ميل تبع 9 ميل. طيب سيد غزال، لو احنا تكلمنا عن يعني التنسيق بينكم وبين مربيين الاسماك في الاحواض السمكيه، بيتم تنسيق بينكم انه على نوع الاسماك او كميه الاسماك اللي انتم بتربوها اللي بتحتاجوها للبيع في السوق؟
غزة طبعا ما بتستعملش الدنيس، حواض بس دنيس. اما بيجينا حوالي 7 انواع من الصائل، بيجيبوا تجار من الصائل، طبعا بيجيبوا البوري، بيجيبوا الدنيس، جرع، قاروص، بلطه، بيجيبوا السلم وبيجيبوا من برا عشان تقتل القطاع، بيجيبوا طبعا من كندا السلم، بيجي للصائل وبيجيبوها. يعني هلا احنا عرفنا انه اللي بنربيه في غزه هو الدنيس. الدنيس طيب اقبال الناس على شراء الدنيس قديش بتقدروا يعني سيد غزال؟ الدنيس طبعا سمكه محترمه وانا يعني فوق 90%. يعني البيع عنده على البسطه دنيس كويس. طيب سؤال اخير يعني عشان الساده المشاهدين يستفيدوا كمان، انه السمك اللي انتم ما بتتمكنوا من بيعه خلال النهار ايش بتقدروا تستخدموه؟ كيف بتقدروا تستعملوا معاه يعني؟ مثلا زي الدنيس هذا يوم والثاني بعد هيك اذا ببات بنملحه بنستفيد منه بيجيب معنا نفس السعر يعني بدل ما نبيعه للزبون والزبون يبطلش من عندنا بل بنملحه يعني اذا بقعد له يوم يومين بتملح بنملح طبعا. طيب والانواع الثانيه السمك الصغير ما بزبطش زي الفريده الصغير بزبطش هذا بزبطش. قديش الفتره يعني الفتره الزمنيه اللي احنا بنقول عنه انه السمك طازه بعد هيك يعني خلاص ما بنقدر نقول عنه؟ بالشتاء 3 ايام، بالصيف يوم واحد يعني ممكن اليوم تشتري صبحيات اخر نهار كبي لانه ما بينفعش بالصيف، اما بالشتاء بقعد يومين ثلاثه. سيد غزال بكر شكرا جزيلا لوجودك معنا أعزائي المشاهدين. بهيك نكون وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم، نتمنى أنه نلقاكم إن شاء الله في حلقة جديدة وخير جديد من خيرات بلادي. إلى أن نلقاكم أجمل تحية لكم، إلى اللقاء.